متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. استمر بحمد الله هطول الأمطار على طول المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية، وتركزت اليوم حول منطقة الطائف كما سنشاهد عبر آخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي تشير إلى وجود وتكاثف كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. لكن كما نلاحظ هناك كميات من السحب الركامية الرعدية تمركزت بالقرب من الطائف والمنطقتين ما بين الباحة والطائف، بالإضافة للمناطق القريبة من مرتفعات أبها وعسير. بعض السحب وتشكيلات من السحب والغيوم حدثت في مناطق قريبة من القصيم والأجزاء الغربية من الرياض والمناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة خلال ساعات نهار هذا اليوم. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، يتوقع بمشيئة الله تعالى غدا الثلاثاء أن تتراجع فرص هطول الأمطار بشكل تدريجي، فغدا يتوقع أن تتمركز الأمطار في مناطق جنوب غرب المملكة على المرتفعات الجبلية ما بين الطائف والباحة ووصولا إلى مرتفعات أبها وعسير. هذه توقعات متوقعة غدا يوم الثلاثاء، كما توجد احتمال لامتداد بعض الزخات المحلية الخفيفة من الأمطار إجمالا إلى المناطق الغربية من الرياض. لكن اعتبارا من نهار يوم الأربعاء يتوقع أن تتراجع فرص الأمطار بشكل لافت وتصبح متمركزة فقط على أقصى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض تبقى أجواء دافئة بوجه عام مع ظهور بعض السحب كما ذكرنا، درجة حرارة صغرى 30 درجة مئوية والأجواء جافة بوجه عام. استعرضت سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في مناطق المملكة المختلفة، ونبدأها شمالا من سكاكا تكون من 41 إلى 27 مع أجواء حارة، كذلك أمرها في عرعر تكون 39 إلى 25 في تبوك مع أتربة مثارة. المناطق الغربية من المملكة تكون في جدة غدا أجواء حارة، يتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة تصل إلى 43 نهارا 31 ليلا، في المدينة المنورة 43 إلى 31، في مكة من 44 إلى 32، وفي الطائف من 34 إلى 23 مع تراجع فرص الأمطار في هذه المناطق بشكل عام. تبقى الأمطار حاضرة في مرتفعات جنوب غرب المملكة على شكل زخات رعدية تكون في أبها 30 إلى 20، في الباحة من 30 إلى 24، وفي جزائر من 36 إلى 32 درجة مئوية. ارتفاع متوقع درجات الحرارة في المناطق الشرقية من المملكة، الإحساء غدا من 46 إلى 30 مع أجواء شديدة الحرارة، في الدمام من 45 إلى 28 مع أجواء حارة جدا، كذلك أمره في حفر الباطن من 46 إلى 34 مع أجواء شديدة الحرارة. المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة الرياض 43 إلى 30 مع ظهور بعض السحب، في القصيم من 43 إلى 29، وفي حائل تكون من 38 إلى 25 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، في العاصمة الرياض تكون تقريبا درجات حرارة متشابهة 43 درجة مئوية في ساعات النهار و30 مئوية في ساعات الليل، والأجواء صيفية حارة في أغلب هذه المناطق. إذن كان هذا كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.